ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
أتموا نعمته ويتموا نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم صدق الله.